هل يجوز تولية المرأة أي منصب غير رئيس الدولة كوزيرة أو غيرها؟ لا، ولا وزير، ما ينفعش، لا ولا وزير حتى، لأن وزيرة معناها أنها ستخالط الرجال وأنها ستفقد مواطن العمل، ترفع عليها تقارير، هتنزل عقوبات بالناس المقصرين، وبعدين لما يجي يكلموها يقولوا لها إيه؟ يقول لها يا يعني الله المستعان. وطبعا هيبقى في خلوات، قاعده في المكتب لوحدها هيخش على سكرتير المكتب يقول لها يا سعاده الوزيره في كذا، هيبقى في خلوه. او مثلا تركب العربيه تبقى مع السواق بتاعها الخصوصي، لا في